مسارح نتاع ما اللي تتبنى في الميدان الرياضي انطلاقا من ملعب ميرود هادفيل، الملعب علي لابوانت، المانديلا، الملعب حسين ايت احمد تاع تيجي وزو ان شاء الله، بالاضافه الى تغطيه 5 جويلية، تكمله 5 جويلية وتغطيه الملعب، بما فيه ممكن تغطيه كذلك ملعب وهران وتغطيه كل الملاعب اللي موجوده في قسنطينه في عنابه ان شاء الله، و في ملاعب اخرى في باش تنطلق. نظن الدراسه انتهت في ورقلة وفي بشار حتى تكون كل المناطق تاع الوطن خذت حقها في الانجازات في المنجزات والمشاريع الرياضيه للشباب تاعنا. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.